صباح بالليل مخروط بمي وباغي ليك خويا سميلان وحد الدري عادي ولد ابرار ابنو تاشفين حاس بي بزاف شاليم تشوه كلشي حاسدك اول مرة عادي شنقول لك داكشي شلقيت راسي كندير شي حاجة كنغني الراب ماشي كنت مريح شي نهار قلت لا هكا غنمشي نكتب ولا فقط لقيت راسي كنكتب شي لعيبة الشعر بدات فادي طنطن شو كتلصق فيا ما قا فيا كتجي كتلقى في الانستروي شو كتلق شي حاجة ناضي هذا هو البلا فوق لي سيروت رجلي لا نوت خويا انا اكشارية كنت انسبيرا من راسي كنعطي شي حاجه راه كنزيد فحال كنطلع درجه اخرى ومره مره شويه راه كتانسبيرا من دوك الناس اللي فاتوك ضروري الاحترام وكتمسك ليهم كاع روابط ديال المغرب ولا روابط ديال الامريكان الشينوا فين ما كانوا المهم راه كيعطيوك شي لعيبه كدندن راسك معاها راه كتانسبيرا من هادشي اللي كيفاش اللي طلع كيعجاز بحال شي فيلم مقدم مسلسلات خويا كي الجديد ان شاء الله كنوجدو في واحد البلان انا والدراري دومي المردي تحت شي لعيبات منو من الميزان مع الناس باش غادي عاوتاني قبل المهم حنا غاديين درجه درجه شان كاين واحد الفيتشرينغ ان شاء الله انو حشاش اشيري الفرده راك عارف المهم جاي جاي شي جديد قولوا على القرص وصافي شي حاجه مبلبله خويا جينيراسيون الاولى راه كتبقى هي الام فهمتي راه حيت راه ما يمكنش تبدا جينيراسيون فعلا غتقول جوج ما غنقولوش واحد جوج ضروري من الاول ضروري ما خصك انا كنقول بلي الاولى حيت هي اللي حيه وحتى الثانيه راه شي حاجه جيب شي حاجه ولكن كتبقى الاولى عاوتاني شي حاجه كلاسيك هي اللي طاع على داك الفيلم كامل خويا جينيراسيون جديده فيها وفيها ما نكذبش عليك كاين اللي مقود وكاين اللي داخل بجبهه شو صافي هذا هو البلان خويا شنقول لك لاسين شي انا هادي ولكن السوديو احسن السوديو علاش كتكون فهمتي زي حد داكشي اللي كتكتبو من القلب كتجي للستوديو المايكرو كترشاح كتعطي داكشي ديالك في لاسين ما عاوتاني في شكال كاين اللي ما حاملكش واش جاي جاي باغي يتفرج جاي باغي والله ما داكشي غديرو لراسك راه عباش تخرجو بنادم المهم نقول انا السوديو هو الاول احسن عباش نشوفوه لاسين هذا هو ما عبرنيش السوديو حاجه طبيعيه ولاسين كتجي من بعد مكاينش البديل مكاينش الجمال وازر كذاب صراحه ولكن لا طوشي فهمشي كيخليك كتمشي مع الديس كتعايش معه واخا شوية الله بان وكل اللي مقبلو كل اللي ولكن راه خاصك تكون عشاق باش تعرف هذا هو الله خويا ما كذبش عليك ستام حيت ستام كيتوشيني خويا اش نقول لك بعدا اول حاجه هاد البلان اللي عاري هاد الانترفيو الاتاويش مزيان مزيان بنادم يدوي هادي الاتاويش يهضر ماشي يبقى كيشوف كامورا مورا التراك ولا هادي تقول بنادم تدوي معاه يعرف شنو اللي كاين هادي وبلان مزيان غادي الدراري مهدوك الراس الكبيره العليا الكليه فهمتي باطل مع الشتاني كازا بلانكا مي اموري دمي سخن فاش نتفكر بلادي سطال مقدر ضحكوا علينا بجوج كلمات الراس مخدر ماشي زال قال مخنشر بلادي بغات مخنزر ضرب شماره باش تحنسر الصباح تفيق مودر بلادي زوينه غا في المنظر كلاو الناس شمنظر ريبو شي بقى محنسر كيف ما كان الحال خص كلشي بقى مصبر باش داك اللي مسؤول يدوز عليك مشقر علامي كامل ماكر ودولة مشاملة ماكرة ناس ناسية مفكرة جيل طالع مفكرا حشاك لغا بالذكرى فكروك لكن شي مؤمن سكروا تزف ساعة فاش في الاخر غيديك والاف يا مناس مناس خويا اش نقول لك بعد شي حيل الام بلاك برو دومي المرضي حشحاش اشيري المهم قاع الدراري اللي خدامين وهادي وانت ما مقاتلين عاطين جهدهم وكنبغي نشكرهم كاملين بيس هذا هو البلان ولا سيتي حاجه راكم في الكذب عزاز شي كلمة أخيرة كنشكر العشران ديال الأم بلاك برود ماشي عشران خوشي ومايا
اللي كنعرف من واحد الوقت مردي دومي بوطرا مهم دراري قدام بزاف العجب دراري بزاف وسمايلان نيغا مازال تسناو منو الجديد وجاي شي حاجه الفرع كنتي كتغير على الوايبا بغيت تشوف دراري جداد ضربوا الكور في الراب وكاع ما بوندولاو يلا تبعوا معنا هنايا واش ابوناو